لقاء مثمر سمعنا فيه لتصريحات كبيرة وأفكار جديدة كانت بتتكلم على الرقابة على النشاط الرياضي، الأسعار والرقابة التموينية، ضعف الرقابة التموينية، زيادة الكثافة الطلاب في المدارس، التطوير، الناس بتشيد بالتطوير اللي عمله السيد الرئيس في المقطم. النهاردة كان عندنا جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بأحد أحياء المقطم، وخصوصا مع قيادات مركز شباب المقطم. تكلمنا فيها عن محور الخاص بالشباب وبعض السلبيات والإيجابيات اللي متواجدة بمراكز الشباب، ثم تطرقنا لملف صحة وملف التعليمي. الناس كلها تكلمت بحرية وتلقائية، مفيش تحفظ في حاجة. نقلنا مشاكل منطقة المقطم سواء في مجال الشباب أو في مجال الرياضة أو في مجال الطرق أو المشاكل العامة بصفة عامة.